جميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع انطلاقة الشوط الرئيسي والشوط الرابع الذي يحمل في طيات الزمول مهجنات أصايل من مسافة 6 كيلومترات التي تحمل هذا التحدي وتحمل هذا التنافس وهذا الصراع. هنا البداية مع المركز الأول، البداية مع نجد ينطلق على مقدمة الشوط، مطر بن عتيق بن مطر القبيسي من يتقدم مع أول الانطلاقات وأول الاندفاعات، باحث عن الفوز والانتصار وباحث عن ذلك الناموس المميز، وأيضا يبحث عن التأهيل في هذا الشوط وهذا الانطلاق. المركز الثاني، ثاني التحديات، وهنالك غزال سلطان بن علي اليبهوني الظاهري وصل وانطلق مع المركز الثاني ليثبت تواجده وتواجد هذا الشعار، شعار سلطان بن علي اليبهوني الظاهري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وشعار راشد بن محمد بن راشد المنصوري من يتقدم مع ثالث التحديات، بينما المركز الرابع هملول ينطلق على رابع التحديات، علي بن عناد بن عبيد الخاطري من يتواجد مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع شعار بن مشيط القادم مع خامس التحديات، هنالك عاجل عبد الله بن ناصر بن مشيط المري من يتقدم مع خامس. المليء بالنجوم، المليء بالاسماء العملاقه التي قدمها هذا الشعار الغني عن التعريف هنا بسرعه 44 كيلومتر في الساعه، احد الاسماء القويه هنا يشارك وينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لمالك وبران سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لحظات الوصول، وصول وبران إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. المركز الثاني العاصي سيف بن سعيد بن سيف المشغوني، بينما المركز الثالث المركز الثالث نجد مطر بن عتيق بن مطر القبيسي، ورابعا وصل رعد فارس بن محسن بن حول الحارثي. المركز الخامس عاجل عبد الله بن ناصر بن مشيط المري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة كما تشاهدون وبران من انتزع ناموسي هذا الشوط، تهانينا والناموس لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية ليعلن هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس هنا كما تشاهدون على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية التي تنقل لنا هذا الحدث الواقع من هنا من عاصمة الميادين. التوقيت الزمني 9 دقائق لحظة الوصول، 47 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني العاصي من وصل مع المركز الثاني سيف بن سعيد بن سيف المشغوني، التوقيت الزمني قاطع مسافة 6 كيلومترات في 9 دقائق و51، أما هنا 52 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل نجد مطر بن عتيق بن مطر القبيسي من وصل مع ثالث المراكز، التوقيت 9 دقائق 52 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن